فسبحان الخالق المبدع ستيفن ويلتشير. قبل ما اقول لكم معلومه على الماشي، عايز اقول لكم مساء الخير عليكم في حلقه جديده من برنامجكم قاعده مع نشوى. خلونا اقول لكم مين هو ستيفن ويلتشير وليه بدات بكلمه سبحان الخالق المبدع. ستيفن ويلتشير كان عنده مرض التوحد وكان ابكم ما بيتكلمش. هنبداها معاكم من البدايه. مين هو ستيفن ويلتشير او بيطلق عليه اسم ايه؟ هو رجل الكاميرا او البانوراما. احنا معانا صور ليه وصور لكل اعماله ومعروضة دلوقتي قدامكم على الشاشة. ليه وسائل الاعلام اطلقت عليه ان هو رجل النظرة الواحدة؟ لان هو عنده قدرة عالية جدا على الرسم مجرد من نظرة واحدة، بمعنى ان هو لو بص لاي حاجة مرة واحدة بس بيرسمها بادق تفاصيلها. ستيفن ويلتشير كان بياخد طيارة هليكوبتر وبيطلع على ارتفاع 200 ميل فوق أي مدينة علشان يرسمها. طيب الوقت ده كان بياخد منه قد إيه؟ كان تقريبا بيبص على المدينة كلها بالطيارة الهليكوبتر، بيبص لها 20 دقيقة بالظبط. 20 دقيقة بيكون بص على المدينة بكل المباني اللي فيها، بكل الأراضي، بكل تفاصيلها. الموضوع كله ما بياخدش معاه غير هم 20 دقيقة. بعد ال 20 دقيقة خلاص هو حفظ المدينة، اتحفظ في الذاكرة عنده، بقت ثابتة، بيبدأ إن هو يرسمها بكل تفاصيلها. طيب شوية معلومات كمان عن ستيفن ويلتشير. هو مواليد 74. طبعا كان وهو صغير يعني بعد الولادة بتاعته أهله اكتشفوا إن هو ما بيقدرش يتكلم، وطبعا بعد ما كبر ويعني كبر في السن شوية اكتشفوا إن هو مصاب بمرض التوحد. الإبكام أو إن هو يكون أبكم أو إن هو عنده مرض التوحد ده ما وقفوش إن هو يواصل الموهبة بتاعته، لأن الموهبة بتاعته دي موهبة خارقة. مش معنى أن أي حد فينا عنده مرض أن هو يوقفه. العجز في العقل مش في الإعاقة الجسدية. ستيفن ويلتشير حصل على جوائز كتير جدا سنة 2006 و 2009. في 2006 كان عمل إنشاء معرض في لندن، وفي 2009 شغل منصب سفير يوم الفن للأطفال في المملكة المتحدة. طبعا ستيفن ويلتشير تم منحه وسام الإمبراطورية البريطانية لخدمات الفن. مش هتكلم كتير عن الشخصية دي، بس اللي عايز أقوله من معلومة على الماشي إن مهما كان المرض اللي عندك، مهما كانت الإعاقة الجسدية وليس الذهنية اللي عندك، أنت تقدر تعمل أي حاجة. عشان كده قلت لكم في بداية الحلقة سبحان الخالق المبدع. ربنا أخذ منه صوته، ما بيقدرش يتكلم، بقى عنده مرض التوحد، ما وقفش عند ده، واصل وكمل وبدأ إن هو يشتغل. مش أقول لكم يشتغل نفسه، لأن الموهبة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. خد منه حاجة واداله حاجة أكبر مش موجودة عند حد تاني. خلونا نشوف الفقرة بتاعة قاعدة مع نشوى. وفقرتنا النهاردة كانت في مستشفى الزهراء تخصصي بالعياط، وعملنا جولة سريعة لكل التخصصات اللي في المستشفى في فقرة اسأل ولكن. هنشوف الفقرة دلوقتي. كل اللي دار في الفقرة ان احنا اتعرفنا على كل الأقسام اللي موجودة في المستشفى، اتعرفنا على قسم قسم، عيادة عيادة، دكتور دكتور، وشفنا كم الأجهزة المستخدمة هناك في مستشفى الزهراء تخصصي بالعياط. حاجات كتير قوي بتميز المستشفى دي وبتساعد ناس كتير من الغلابة. خلونا نشوف جولة مستشفى الزهراء واللي كانت مع دكتور أحمد رشاد استشاري التغذية العلاجية. واستنوني في حلقات جديدة في قاعدة مع نشوى، واشوفكم الأسبوع اللي جاي. هذا البرنامج برعاية مستشفى الزهراء التخصصي بمركز العياط. مستشفى الزهراء أكبر صرح طبي شامل كل التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتميزين والأطباء والاستشاريين. في مستشفى الزهراء
أحدث المعدات الطبية بأحدث التقنية العالمية، العلاج بأحدث الطرق في مستشفى الزهراء، كل التخصصات في جميع الحالات المرضية، عيون، نساء وتوليد والأطفال، علاج الآلام الجهاز الهضمي والكبد، العيادات الخارجية. في مستشفى الزهراء أكبر معمل تحاليل على أعلى مستوى من الدقة في النتائج، وأيضاً جهاز الأشعة المتقدم وعلاج طبيعي لكل الحالات الصعبة والحرجة في مستشفى الزهراء. أكبر حضانة لرعاية الأطفال حديث الولادة، كما يوجد غرف عمليات لاستقبال أحرج الحالات تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء، وأيضاً غرف إقامة بعد العمليات وعناية مركزة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف إقامة على أعلى مستوى. مستشفى الزهراء التخصصي بالعياط، خدمة 24 ساعة تحت إشراف دكتور كورني عبد الستار محمد. مستشفى الزهراء، الطريق إلى النجاح. ونحن في مستشفى الزهراء إدارة وعاملين نسعى جميعا لراحتكم. احنا النهاردة في مستشفى الزهراء التخصصي بمدينة العياط. اهلا بكم الاول في فقرة جديدة في اسأل ولكن مع دكتور. انا حبيت النهاردة اجي المستشفى واصورها بالكامل بكل اقسامها بعياداتها باحدث المعدات اللي فيها، واللي هيعرفنا عليها دكتور احمد رشاد اخصائي التغذية العلاجية، وهو اكيد هيكون في استقبالنا النهاردة علشان نشوف اقسام المستشفى ونتعرف عليها قسم قسم واجهزة اجهزة ودكتور دكتور. اهلا بيك يا دكتور، شرفتني. اهلا بيك. عايزين حضرتك بقى تشرح لنا المستشفى بكل الاقسام اللي فيها واحدث الاجهزه اللي موجوده فيها، وايه ابرز الاقسام اللي عندكم هنا في المستشفى. وفي البدايه بس انا حابب ارحب بحضرتك طبعا وكل فريق العمل في برنامج قاعده مع نشوه، وبيشرفني وبيسعدني طبعا ان انا اكون معاكم في وصف تفصيلي لاقسام المستشفى والخدمات اللي بتقدمها المستشفى. طيب هنبدا بايه اول حاجه في المستشفى؟ طبعا في زي اي مستشفى البدايه طبعا بتكون قسم الاستقبال والطوارئ، اللي هو بيبقى اول مكان موجود في المستشفى واول مكان المريض قبله في المستشفى. احنا دلوقتي في غرفة الاستقبال والطوارئ في مستشفى الزهراء العياط، ودلوقتي معنا الدكتور هيشرح لنا ازاي بيستقبل الحالة وبيعالجها ازاي، او ايه اول حاجة هو بيبتدي بيها مع الحالة الحرجة اللي هي داخلة في الاستقبال. تمام. احنا اهم اعضاء عندنا في الجسم القلب اللي بيضخ الدم للجسم كله، الرئتين، التنفس، الحاجات دي ما ينفعش على مدار اللحظة ان هي تتوقف. فانا بالنسبة للعيان اقيس له ضغطه، اشوف سكره كام، اشوف ضربات قلبه معدلها كام، الحاجات دي بالنسبه لنا فايتال ساينز، علامات حيويه اساسيه بالنسبه للعيان. تمام. لازم العيان بالنسبه لي ستيبل، اول ما وانس ان هو ستيبل اقدر اتعامل معاه بقى، اشوف هو مثلا عنده شويه سخونيه، اشوف يبقى فيه انفكشن، ممكن نعمل له شويه تحليلات نتاكد من، ولو محتاج اي حاجه بيتحول على طول لاقسام العيادات فوق، او لو حاله حرجه قوي محتاجه عمليات او الكلام ده كله بتتحول في وقتها ما بيستناش. دكتور احمد استاذنك تعرفنا بس على الاجهزه اللي موجوده في قسم الاستقبال والطوارئ عندك، الجهاز ده ايه الاستخدام الاساسي بتاعه هنا؟ هو طبعا ده من اهم الاجهزه اللي لازم تكون متوفره في اي قسم طوارئ او مكان بيستقبل حالات حرجه. ده اللي احنا بنطلق عليه جهاز الصدمات الكهربائيه، وده استخدامه الاساسي في حالات الطوارئ في عمليه الانعاش القلب الرئوي. طبعا بعض الحالات اللي بيحصل لها اصابات مفاجاه او بيحصل عندها توقف في عضله القلب، لازم بيبتدي الجهاز يولد لها شحنات كهربائيه ممكن تساهم في ايه ان القلب يرجع يشتغل تاني بصوره، يعني بتعمل لها عمليه تنشيط سريعه بحيث ان هو بعد كده اللي بيحصل لها توقف في عضله القلب. طيب ايه الاجهزه تاني موجوده في قسم الاستقبال نقدر نتعرف؟ برضو نقول برضو ان ده حاجات برضو من الحاجات الاساسيه اللي موجوده في قسم الطوارئ، هو ده مش دولاب عادي، دي حاجه اسمها الكراش ترولي. الكراش ترولي ده ببساطه بيحتوي على كل الادويه الاساسيه اللي ممكن يحتاجها الطبيب في اثناء انقاذ الحاله الحرجه او الحاله الطارئه. يعني نقدر نقول ان قسم الاستقبال والطوارئ هنا مجهز اجهزه كامله بحيث ان هو يستقبل اي حاله موجوده في المستشفى. بالاضافه طبعا عندنا طبعا الالات الجراحيه اللي ممكن الطبيب يحتاجها في قسم الاستقبال، بالظبط الجروح البسيطه اللي ممكن نتيجه حوادث او كده. برضو عندنا برضو جهاز عرض الاشعه الاكس راي، ده طبعا بيفيد في حالات الكسور اللي ممكن تيجي قسم الاستقبال والطوارئ، لما الدكتور بيطلب الاشعه بتتعمل في قسم الاشعه بالظبط، بتيجي تتعرض الاشعه على جهاز عرض الاشعه ده، ومن خلاله بيقدر يقرا ويشوف ايه النتيجه اللي حصلت او اللي طلعت في الاشعه دي.
طيب احنا كده خلصنا مهمه قسم الاستقبال والطوارئ، وهنكمل باقي الاقسام في مستشفى الزهراء. لسه بنكمل جولتنا في مستشفى الزهراء وباقي الاقسام اللي فيها، واحنا دلوقتي في باقي الاقسام المكمله لقسم الطوارئ والاستقبال، وهنبدا بيها مع دكتور احمد رشاد اللي متابع معانا في جولتنا في المستشفى. وهنبدا بقسم الاشعه دكتور. طبعا هو هنا الدور يعتبر المكمل لقسم الاستقبال والطوارئ زي ما حضرتك قلتي، وبيحتوي على بعض الوحدات اللي بتكمل الشغل طبعا المطلوب عمله في قسم الاستقبال والطوارئ. هنبدا طبعا بقسم مهم جدا اللي هو قسم الاشعه. طبعا قسم الاشعه من الحاجات المهمه جدا في تدخلات كتير جدا، اولها طبعا حالات الطارئه، الحالات اللي جايه فيها قصور او حوادث بيتم طبعا عمل الاشعه هنا. برضو بعض الحالات الاشعه اللي بنحتاجها في العمليات الجراحيه او اللي بتطلبها الاطباء الموجودين في العيادات الخارجيه بتاعه المستشفى، بالاضافه طبعا لعمليات الاشعه طبعا بالصبغه اللي بنحتاجها برضو لوصول لتشخيص مناسب لبعض الحالات المرضيه. كل الاجهزه دي مكمله في قسم الاشعه؟ اكيد طبعا طبعا، كل ده بيتم في قسم الاشعه هنا في المستشفى، وطبعا دوره مهم جدا وبيخدم كل الاقسام في المستشفى. طيب ايه تاني غير قسم الاشعه؟ هنيجي برضو لقسم العلاج الطبيعي ووحده التغذيه العلاجيه. قسم العلاج الطبيعي طبعا بيحط خطه العلاج الخاصه والتاهيل الخاصه للحالات اللي ممكن تخرج من عيادات العظام وعيادات المخ والاعصاب، اللي بيوصى لهم بعمل جلسات العلاج الطبيعي، فيعتبر طبعا مكان مكمل للخدمات اللي بتقدمها المستشفى. وحده التغذيه العلاجيه برضو بتحاول ان احنا نقدم خدمات التغذيه الخاصه بالمرضى بتوعنا، من حيث طبعا الحالات المرضيه اللي بتحتاج انظمه تغذيه معينه، بالاضافه طبعا للناس الرغبه بالنسبه اللي هي عندهم سمنه مفرطه او نحافه. لا، الحالات المرضيه اللي ممكن مرضى الكبد، مرضى السكر كمثال مثلا، او المرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى، بيحتاجوا طبعا لانظمه غذائيه خاصه بحيث ان هي تتماشى طبعا مع الادويه وخاصه طبيعه المرض نفسه اللي عند الحال. ده طبعا بيختلف عن الحالات اللي هي بتحتاج تحكم في الوزن زي حالات السمنه والنحافه زي ما حضرتك ذكرت. طيب ايه باقي الاقسام تاني غير وحده العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه وقسم الاشعه؟ غرفه الغازات اللي هي طبعا بتوفر امداد الغازات لكل اقسام المستشفى، وعندنا وحده فصل النفايات الطبيه الخطره، ودي مكان مهم جدا في المستشفى، لان ده طبعا بدايه تطبيق سياسات ومعايير مكافحه العدوى في المستشفى، فصل المخلفات الطبيه من المنبع، وده بيتم طبعا عن طريق وحده فصل النفايات الطبيه الخطره في المستشفى. طيب نكمل باقي جولتنا في باقي اقسام المستشفى والعيادات. بنكمل جولتنا في قسم العيادات في مستشفى الزهراء التخصصي بالعياط، واللي مكملينها مع دكتور احمد رشاد، وهيشرح لنا كل عياده والاجهزه اللي موجوده في المستشفى وكل عياده فيها، وهنبدا بيها بالمعمل. دكتور احمد، عايزين نعرف المعمل والاجهزه اللي بتستخدم فيه وطريقه سحب العينات مع العيادات اللي موجوده في القسم كله. بالنسبه للمعمل، طبعا المعمل من الاقسام الحيويه والمهمه جدا في اي منشاه طبيه. وميزه المعمل عندنا هنا في المستشفى عن اي معمل موجود في المنطقه انه شغال على مدار ال 24 ساعه، وبيستقبل اي حاله في اي وقت حتى لو في منتصف الليل. طبعا المعمل بيقدم خدمه التحاليل الطبيه الخاصه طبعا بتحليل كيمياء الدم، تحليل الهرمونات، التحليل الخاصه بالفيروسات، معظم التحليل اللي بيحتاجها اي طبيب عشان يقدر يقيم حالته بشكل سليم. طبعا المعمل مجهز باجهزه على مستوى عالي جدا من الدقه، اجهزه حديثه كلها متطوره، بيدار طبعا عن طريق اطباء وفنيين على مستوى عالي جدا من الخبره ومن التدريب. فطبعا ده بيؤدي في الاخر الى معمل متكامل يقدر يقدم لي خدمات التشخيص بشكل دقيق وبشكل فعال، ويقدر يخدم لي المستشفى مش بس المستشفى، المنطقه كلها. يعني نقدر نقول ان هو على مستوى عالي من الدقه في تحليل النتائج نفسها. بالظبط، اكيد طبعا يا فندم، لما يكون موفر اجهزه كويسه على مستوى عالي من الدقه وفنيين واطباء اللي بيشغلوا الاجهزه دي على يكونوا على مستوى عالي جدا من الخبره برده، فاكيد النتيجه طبعا هتطلع دقه متناهيه، وطبعا ده بيساهم بنسبه مش هبالغ لو قلت 90% ان انا اقدر للتشخيص المناسب والصحي. طيب نكمل ما بعد المعمل، ايه تاني من العيادات اللي عندنا والاجهزه المستخدمه فيها؟ طبعا هو قسم العيادات الخارجيه بيشمل على مجموعه من العيادات في التخصصات المختلفه. قسم العيادات من الاقسام المهمه في المستشفى طبعا، لان هي بتادي. خلينا نبدا بعياده النساء والتوليد. طبعا قسم النساء والتوليد هي بيها دكتور او استشاري. الدكتور الاستشاري طبعا الدكتور محمد حمزه، ومعاه الاخصائي الدكتور عمرو عادل.
طبعا عيادة نساء والتوليد هي تعتبر جزء من قسم النساء التوليد في المستشفى، لان هو عبارة عن قسم مش بس عيادة خارجية، بتقدم طبعا الخدمات اللي بتحتاجها اي ست في فترة الحمل او جميع السيدات في كل ما يخص امراض النساء والحاجات المتعلقة طبعا بالولادة وخلافه. قسم النساء والتوليد هو طبعا قسم النساء والتوليد هو ما يميز قسم النساء والتوليد هنا واللي انا طبعا العنصر البشري اهم، اول حاجة العنصر البشري طبعا، ان غالبا وده في كل اقسام المستشفى احنا بنعتمد على اساتذه واستشاريين في التخصصات الموجوده عندنا في المستشفى من كبرى المستشفيات والمعاهد التعليميه الموجوده هنا في مصر. انتوا كمان عندكم في قسم النساء والتوليد التوليد اللي هي بدون الم، بالظبط الولاده بدون الم، ودي من الاتجاهات القليله والاماكن اللي بتشتغلها في مصر هنا قليله جدا. عشان كده انا بدات معاك في بالزبط. قسم العياده النساء والتوليد، عشان انتوا في مستشفى الزهراء هو فعلا عندكم الولاده بدون الم وهي متخصصه في ده. بالظبط، لان طبعا ده احنا عندنا برضو بالاضافه لكده واللي ساهم في الموضوع ده بشكل كبير ان احنا عندنا اكبر مركز علاج الم على مستوى المنطقه، ومش هبالغ لو قلت على مستوى الجمهوريه كلها. طبعا دي مع دكتور محمد حماده. اكيد طبعا، فطبعا الخبره دي او المتمثله طبعا في وجود اطباء كبار في قسم علاج الالم زي اسم كبير زي الدكتور محمد حماده والدكتور انعم ستار استشاري التخدير وعلاج الالم، فده سهل لنا ان احنا نقدر نعمل عمليات دي بمنتهى السهوله اللي هي طبعا عمليات الولاده بدون الم، لانها بتحتاج خبره خاصه ومهاره خاصه طبعا مع طبيب النساء والتوليد بالاضافه برضه لطبيب التخدير اللي موجود. ودكتور أورني كمان هو يعني ساهم في ده بشكل كبير قوي، وان هو فعلا بيدرب الدكاتره ان هو ازاي انت تبقى دكتور تخدر وتولد في نفس الوقت. لا هي طبعا مش هي القصه مش تدريب بس، هي دراسه قبل التدريب طبعا. الموضوع طبعا بيرجع للدراسه قبل التدريب، فده حرص من اداره المستشفى بشكل عام على التعليم، ان كل طبيب لازم يتعلم كويس في تخصصه، ولو قدرت ان انا اضيف له اضافه ثانيه في تخصص ثاني ايه اللي يمنع؟ فده اللي احنا بنحاول نطبقه هنا في المستشفى بشكل عام على كل الاطباء. طيب نكمل باقي الاقسام من العيادات ونتكلم على عيادات الرمد. طبعا عياده الرمد من العيادات المهمه جدا، لان هي طبعا بتستقبل كل المرضى اللي بيعانوا من مشاكل في النظر او المشاكل المتعلقه طبعا بتخصص الرمد بشكل عام. فحص العين طبعا باحدث اجهزه الفحص اللي موجوده في مصر حاليا، غير طبعا خطط العلاج اللي بيحطها طبيب الرمد ومتابعه الحالات بعد كده، سواء الحالات بتاعتنا اللي بتيجي من بره المستشفى او الحالات التعاقدات اللي تمت مع الجهات المتعاقده مع المستشفى كلها. فعياده الرمد بتقدم خدمات مهمه جدا طبعا، لان قطاع الناس اللي بتعاني من مشاكل في العيون ومشاكل الرمد قطاع مش قليل. فخلينا نقول ان هي طبعا من العيادات المهمه جدا واللي بتستحوذ على مساحه كبيره جدا من الناس اللي بتيجي المستشفى. بنكمل يا دكتور احمد، وعايزين نقول ايه اهم ما يميز عياده الالام والجهاز الهضمي والكبد. طبعا زي ما ذكرنا قبل كده ان مركز علاج الالم بمستشفى الزهراء التخصصي هو احد العلامات المضيئه في المستشفى، ويمكن هو يعتبر اكبر مركز على مستوى المنطقه، ومش هنبالغ طبعا لو قلنا على مستوى الجمهوريه كلها. طبعا لان مستشفى الزهراء تعتبر من رواد التطوير في هذا التخصص بالذات، وده نتيجه طبعا في المقام الاول للعنصر البشري المتواجد. احنا عندنا طبعا اساتذه واستشاريين على مستوى عالي جدا في تخصص علاج الالم، ويمكن هم من الرواد في هذا المجال على مستوى مصر، بالاضافه طبعا للتجهيزات نفسها بتاعه القسم. القسم مجهز بكل التجهيزات اللازمه ان هي تؤدي. احنا فعلا شايفين ان القسم فيه اجهزه يعني ممتازه وعلى احدث مستوى من الاجهزه الطبيه اللي بتخص بالذات تخصص علاج الالم، لان طبعا بيتسم التخصص ده ان اجهزته بتبقى غاليه بعض الشيء، فمش كل الاماكن بتقدر توفرها بشكل كامل. انما هنا في المستشفى احنا طبعا بالاضافه ان احنا اهتمينا بالعنصر البشري المتواجد، طبعا التجهيزات بتيجي مكمل لهذا العنصر، فبالتالي المحصله بتكون خدمه ممتازه طبعا في مجال تخصص علاج الالم، وده بشهاده المرضى كلهم يعني، وحالات كتير بفضل الله سبحانه وتعالى تحسنت وتعالجت من امراض مزمنه معاهم والام مزمنه كانت مضايقاهم بفضل مركز علاج الالم المتواجد بمستشفى الزهراء التخصصي. طيب نروح لعيادة الجراحة العامة ونتكلم على أهم اللي هي الحاجات اللي بتميزها وبتقدمها للمريض. هكرر تاني طبعا العنصر البشري، طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بنحرص ان العناصر البشرية او اللي بتشغل الخدمات الطبية هنا في المستشفى تكون على مستوى عالي من الخبرة ومن الكفاءة. طبعا عيادة الجراحة من العيادات المهمة جدا في اي مستشفى،
وبرضه زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا هنا الاستشاري الجراحه الدكتور احمد شوقي من الناس المتميزه في هذا المجال بشكل كبير جدا، وهو جراح واستشاري في كبرى مستشفيات القوات المسلحه، بالاضافه طبعا ان هو استشاري الجراحه في مستشفى الزهراء التخصصي. عياده الجراحه طبعا بتستقبل كل الحالات الخاصه بتخصص الجراحه العامه وجراحه التجميل وجراحات السمنه برضه. يعني خليني انبه على النقطه دي، ان بيبقى اوقات بتبقى غايبه عن ناس كتير ان جراحه التجميل وجراحات السمنه بتقع هنا تحت بند قسم الجراحه في مستشفى الزهراء التخصصي. يعني هما الاثنين قسم واحد مش منفصلين عن بعض؟ لا، احنا عندنا برضو في قسم الجراحه جراحات السمنه متوفره بشكل دائم، جراحات التجميل وخلافه طبعا، الجروح الحروق السابقه القديمه الكلام ده كله بيتم عمله هنا في المستشفى. فدي من ضمن الحاجات الاضافات القويه هنا في المنطقه، التخصص ده بالذات جراحه التجميل وجراحه السمنه يعتبر غايب بنسبه 100%. طيب خلينا نكمل باقي جولتنا في باقي العيادات في قسم العيادات عموما في مستشفى الزهراء التخصصي، وهيكمل معانا دكتور احمد رشاد عشان كمان نسيب الناس تشوف شغلها واحنا نكمل باقي جولتنا. لسه مكملين جولتنا مع دكتور احمد رشاد في مستشفى الزهراء التخصصي بالعياط، وهنكمل كلامنا عن باقي العيادات والاقسام اللي موجوده في المستشفى، وهنكمل عن عياده الجهاز الهضمي والكبد. ايه افضل الحاجات اللي هي بتميزه او بتقدمه للمريض؟ طبعا هي عياده الجهاز الهضمي والكبد بتندرج تحت قسم البطنه في مستشفى الزهراء التخصصي، اللي بيشمل برضه عياده القلب والاوعيه الدمويه. بالنسبه طبعا لعيادات الجهاز الهضمي بتتميز طبعا بوجود استشاريين على درجه عاليه جدا من الكفاءه، الدكتور كمال حسن استشاري الكبد والجهاز الهضمي في المعهد القومي للكبد، وفي نفس الوقت برضه استشاري الكبد والجهاز الهضمي في مستشفى الزهراء التخصصي. طيب نتنقل في بالنسبه للقسم الثاني بقى اللي هو القلب، الدكتور سعد الشاذلي ده طبعا اخصائي القلب والحالات الحرجه بمستشفى الزهراء التخصصي، وهو طبعا المسؤول عن حالات القلب والاوعيه الدمويه في المستشفى. دكتور احمد، ايه هي باقي التخصصات الموجوده في قسم العيادات الخارجيه؟ طبعا احنا في بعض التخصصات لسه ما ذكرناهاش زي عياده الجلديه، ودي طبعا من العيادات المهمه اللي بتتابع حالات كل الامراض الجلديه، بالاضافه لبعض الاجراءات اللي بتحصل بيقوم بها الطبيب الجلديه زي التقشير الكيميائي وخلافه. طبعا هنيجي برضو لعياده الاسنان، ودي من التخصصات المهمه واللي عليها اقبال كبير جدا، لان العياده هنا يعني بتطبق طبعا معايير مكافحه العدوى بشكل قوي جدا، بالاضافه لمهاره الاطباء الموجودين واستخدام برضو احدث التقنيات زي تقنيه الليزر، ودي تقريبا احنا بنطبقها هنا بشكل حصري. دكتور احمد، بالنسبه بقى لباقي العيادات في العيادات الخارجيه في مستشفى الزهراء، فاضل تقريبا معانا عيادتين اللي هي عياده العظام والمسالك البوليه. طبعا دي من العيادات المهمه طبعا واللي بيبقى عليها اقبال برضو قوي. طبعا العيادات وده نهجنا في كل العيادات الموجوده هنا والتخصصات الموجوده، ان احنا دايما بنحرص ان يتواجد اطباء واستشاريين واساتذه على مستوى عالي جدا من الكفاءه ومن الخبره في نفس الوقت، عشان نقدر نقدم خدمه لائقه وكويسه وفي نفس الوقت ميسره لجميع المرضى المترددين على مستشفى الزهراء التخصصي. طيب دكتور احمد، احنا هنتكلم بشكل جدي اكتر، هو في الغالب اكتريه المستشفيات او كل المستشفيات عموما فيها اقسام العيادات الخارجيه دي، ودي ثابته في كل المستشفيات. عايزين بقى نعرف الناس ايه هو اللي بيميز مستشفى الزهراء التخصصي بالعياط في قسم الرعايه المركزه وقسم العمليات والاجهزه المستخدمه حديثا، فده هنتابعه في الجوله مع حضرتك، وهنعرف ايه اللي بيميز ده عن باقي المستشفيات، بيميز مستشفى الزهراء عن باقي المستشفيات الثانيه. نكمل جولتنا مع دكتور احمد رشاد. دكتور احمد، عرفنا احنا دلوقتي في قسم ايه وايه اهم اللي بيميز الاقسام هنا؟ طبعا احنا دلوقتي في قسم الرعايه المركزه، وده طبعا قسم مهم جدا في اي مستشفى، لان القسم ده يعني بيرتبط دايما بالحالات الحرجه والحالات الطارئه الخطيره، فدايما بيتم اللجوء لاقرب مكان في رعايه مركزه، واحنا هنا بفضل الله قدرنا نوفر ده لكل سكان المنطقه هنا والمناطق المجاوره. طيب خلينا ندخل ناخد جولتنا ونشوف قسم العنايه المركزه واهم الاجهزه المستخدمه فيه في مستشفى الزهراء. احنا دلوقتي من داخل غرفة العناية المركزة او قسم العناية المركزة، واللي هيشرح لنا فيها دكتور احمد رشاد اهم الاجهزة واهم الحالات اللي بتستقبلها العناية المركزة في مستشفى الزهراء.
ما فيش شك طبعا ان قسم الرعايه المركزه من الاقسام المهمه والحيويه في اي مكان او منشاه طبيه بتقوم بعمل تدخلات او اجراءات جراحيه، ده غير طبعا او منشاه بتستقبل حالات حرجه او حالات خطره بتحتاج رعايه خاصه. بالنسبه لقسم الرعايه المركزه هو بيحتوي طبعا على عدد كبير من التجهيزات الخاصه طبعا لرعايه المرضى والاجهزه اللي بتساهم في ان هي نتابع المرضى بشكل دقيق وبشكل قوي، بالإضافة طبعا للطاقم الطبي الموجود، طاقم متميز على مستوى عالي جدا سواء أطباء أو تمريض. الرعاية المركزة عندنا هنا بتستقبل حالات الأزمات القلبية، السكتات الدماغية، حالات الغيبوبة الكبدية، غيبوبة السكر، حالات تسمم الحمل، بالإضافة لكل الحالات الحرجة اللي بتحتاج لرعاية مركزة. طبعا الرعاية هنا بتتميز أو بنقدر نقول طب إيه أبرز اللي بيميز العناية المركزة من الأجهزة المستخدمة فيها في استقبال الحالات اللي موجودة؟ طبعا أجهزة رعاية المرضى ومتابعة المرضى زي المونيتورز، دي مونيتورز حديثة جدا بتقدر تديني داتا قوية جدا عن حالة المريض اللي محجوز في الرعاية المركزة، بالإضافة طبعا لأجهزة التنفس الصناعي اللي موجودة وعندنا من عدد لا بأس به طبعا تكفي كل مرضى الرعاية المحجوزين، بالإضافة طبعا جهاز الصدمات الكهربائية المتوفر عندنا دايما اللي بيستخدم في حالات انعاش القلب الرئوي، طبعا بالإضافة للتجهيزات الخاصة نفسها بالناحية التدريبية بقى بالأفراد والطاقم الطبي اللي موجود في. طيب نتنقل تاني لباقي جولتنا علشان نشوف ايه هي باقي الأقسام اللي موجودة من العناية المركزة او ما بعد الخروج من العناية المركزة. دكتور احمد، تكلمنا عن القسم اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. احنا حاليا طبعا في قسم الاطفال، وهو يعني قسم بيشمل شقين. الشق الاول طبعا هي عياده الاطفال اللي بتستقبل حالات العيادات الخارجيه الخاصه بالاطفال، بالإضافة طبعا لقسم الحجز الداخلي، وده بيشمل طبعا الأطفال اللي عندهم مشاكل مرضية زي النزلات المعوية، الأطفال اللي بيعانوا من ارتفاع في درجة الحرارة، أو اللي بيحتاجوا رعاية خاصة، أو إن هم مثلا بيحتاجوا جرعات معينة من المحاليل أو الأدوية، فبيتم طبعا حجزهم ورعايتهم هنا تحت إشراف الأطباء الأطفال وهيئة التمريض اللي موجودة في قسم الأطفال. بالنسبة لقسم الحضانات، احنا حابين إن احنا ندخل ونشوفه طبيعي ونشوف الأطفال الموجودة فيه وإزاي الدكاترة أو الاستشاريين بيتعاملوا معاهم وإيه هي الأجهزة اللي مستخدمة في قسم الحضانات اللي هي أحدث الأجهزة اللي مستخدمة هنا. طبعا قسم الحضانات هو طبعا يعني الجزء المكمل لقسم الأطفال، هو قسم الأطفال شامل طبعا القسم الخاص بالحجز الداخلي للأطفال زي ما قلنا وعيادة الأطفال، والجزء الثاني هو الحضانات. الحضانات طبعا بتشمل الأطفال المقتصرين ناقص النمو وحديث الولادة. قسم الأطفال أو الحجز الداخلي للأطفال بيشمل الأطفال الأكبر سنا اللي هم زي ما ذكرنا ان هم بيعانوا من حالات مرضيه معينه بتحتاج الى رعايه او حجز داخلي. طيب خلينا نشوف قسم الحضانات للاطفال حديثي الولاده ونكمل جولتنا. لسه بنكمل جولتنا ودلوقتي احنا في قسم الحضانات للاطفال حديثي الولاده اللي هيكلمنا عنها دكتور احمد رشاد وهيقول لنا اهم الاجهزه اللي مستخدمه حاليا لقسم الحضانات والاطفال حديثي الولاده. طبعا هو القسم هنا بيتميز بالتجهيزات اللي موجوده فيه، تجهيزات حديثه جدا على مستوى عالي جدا من الكفاءه ومن الجوده. طبعا الحضانة هنا بتستقبل حالات الاطفال اللي هم ناقص النمو والمقتصرين، الاطفال اللي بيعانوا من مشاكل التنفس، اللي بيحتاجوا طبعا للاكسجين او اللي بيحتاجوا لتنفس صناعي او السباب، بالاضافه طبعا لعلاج حالات الصفرة، لان عندنا هنا احدث اجهزه العلاج الضوئي الخاصه بعلاج الصفرة، بالاضافه طبعا عندنا احنا مضايقين الفيديو واحنا واقفين بنتكلم. لا هو بس هو حاليا اللي حضرتك شايفاه ده دلوقتي حاله بتتعالج علاج الضوئي، وزي ما احنا شايفين ده علاج الاشعه اللي هي اليو في او الاشعه اللي فوق البنفسجيه، دي طبعا من احد اهم طرق علاج الصفرة اللي هي الصفرة الفسيولوجيه او الطبيعيه في حالات الاطفال، ودي بتبقى شائعة بنسبة عالية جدا تكاد تتجاوز 90% من كل الأطفال حديث الولادة. يعني نقدر نقول إن قسم الحضانات هنا مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لاستقبال حالات الأطفال حديث الولادة ناقصي النمو أو اللي اتولدوا قبل الوقت. بالظبط يا فندم، بالإضافة طبعا للفريق الطبي المتواجد طبعا أو الأطقم الطبية الموجودة، هي أطقم مدربة، أطقم على مستوى كبير جدا من الكفاءة والخبرة طبعا، بالإضافة طبعا للحضانة هنا وكل أقسام المستشفى، مش الحضانة بس، بتطبق كل معايير وسياسات مكافحة العدوى، ده طبعا عشان نكمل المعادلة بتاعتنا ان احنا نقدم الخدمة الطبية الكويسة بأسعار ميسرة وفي نفس الوقت نحافظ على معايير مكافحة العدوى، ده طبعا لسلامة المريض كمان اللي هي الأسعار الميسرة اكيد طبعا
للمواطن العادي عشان اقدر اخدم اكبر قطاع ممكن. بالظبط اه في الحضانات بالنسبه للاطفال بالظبط عشان اقدر اخدم اكبر قطاع ممكن من الجمهور. فعشان كده بدانا نفكر في موضوع تيسير طبعا الاسعار، بالاضافه ان انا بدور على الكواليتي نفسها كمان بتاعه الخدمه الطبيه. مش معنى ان انا برضو هدي سعر قليل ان انا ادي كواليتي قليله، لا احنا طبعا بنقدم. ودي بقى صعوبه المعادله نفسها ان انا ادي عندك احدث الاجهزه بالظبط بسعر اقل بالظبط وخدمه متميزه وفي نفس الوقت برضو لازم اراعي كل المعايير بتاعه الجوده والمعايير الخاصه بمكافحه العدوى، لان دي اساس نجاح اي منشاه طبيه. طيب نكمل جولتنا دكتور احمد في اقسام مستشفى الزهراء التخصصي بالعياط، وخلونا نكمل جولتنا في قسم العمليات مع دكتور احمد رشاد. اتفضل. ويا رب نكون قدرنا نوصل لكم قد ايه المستشفى هنا بتستخدم احدث الاجهزه الطبيه على مستوى مش الشرق الاوسط بس، على مستوى العالم، خصوصا في مركز علاج الالام بدون جراحه في مركز وعياده الدكتور محمد حماده، وزي ما شفنا الاجهزه الطبيه المستخدمه الحديثه، ازاي بيكون في استقبال في الطوارئ قسم الطوارئ، ازاي بيكون في اهتمام بقسم الحضانات لاطفال حديث الولاده. زي ما شفنا كل ده في مستشفى الزهراء، نتمنى ان انتم فعلا لو في اي حد مريض او في حد فعلا عايز يعمل عمليات جراحيه بدون الم، ما تبخلوش على نفسكم وتروحوا للعمليات الجراحيه العاديه، تعالوا في مستشفى الزهراء التخصصي وهتلاقوا فيها كل الراحه وكل السبل وكل الاجهزه الحديثه المستخدمه فيها. وبكده تكون خلصت فقره اسال ولكن مع دكتور في برنامج قاعده مع نشوه. استنونا في فقرات جديده في اسال ولكن مع دكتور وفقرات مختلفه ومتنوعه.